الله يحفظك ان شاء الله. انا يعني يعني هو هسه داريد اقول لك اي وصف هسه انا من اني هسه بهاللحظه من دا اشاهد النساء غير ما اني موجوده في ساحه التحرير. أنا مواظبه يوميا بين الناس ولكن هسه اني ركزت اقول شو تقرا هذا المشهد؟ اي مثقف بالكون هسه بالعراق بالتحديد شو بدي اقدم لهذا؟ اصلا انا بالنسبه لي كفنانه اقول للمثقفين الصمت لان هذا الجيل جيل ذكي، انا عندي اولاد، انا عندي ابني بات بالتحرير. ذكي لازم المثقف العراقي يغير خطابه ان يكون حقيقي ان ان يكون واقعي